السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد وهو جني الرطب في جنوب العراق. طبعا اليوم 16/7/2021. ما شوفونا أعزائي المشاهدين، إن شاء الله اليوم راح نجني الرطب. بسم الله، ولا شمس منا ما قاعد تبين صورة صحيحة. ما شاء الله، محمد وآلي محمد. إذا تشوفون شلون المرطب. حبيبي اسكت، خل نصور. نزل مشاهدين سوني، اسكت حبيبي سوني، اسكت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ستر ما شاء الله. أعزائي المشاهدين، من شدة الحرارة قام ما لحق. ما شاء الله الجو بالعراق، عندنا جنوب العراق هسه تقريبا 51 درجة. أعزائي المشاهدين، أنا بيد واحدة وما أقدر أصور صورة مباشرة، راح أكمل وأرجع لكم. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، إحنا خلينا بيه هواي ما شاء الله. مثل هذا نص رطب، أنا ما راح أجني، أخليه إن شاء الله الباكر. وهذا أعزائي المشاهدين هسه حصلنا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الرطب حصلنا عليه ما شاء الله. لا تنسون الاشتراك في القناة والضغط بلايك حتى يصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.